السلام عليكم أعزائي الطلاب، سنتعلم اليوم عن درس جديد في موضوع الجغرافيا، عن موضوع المواصلات البحرية في إسرائيل. إذا المواصلات البحرية والموانئ في إسرائيل، ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتعلم في الأساس على اعتبارات إقامة الموانئ وتطويرها في بلادنا، وكذلك عن اعتبارات تطوير ميناء حيفا، وكذلك سنتوسع لنتكلم عن ميناء أشدود، وسنتحدث أيضا عن ميناء إيلات، وفي النهاية سنتحدث عن نتائج تشغيل ميناء أشدود وتأثيرها على استعمالات الأرض، العمالة، شبكة المواصلات وجودة البيئة في هذه المنطقة. أعزائي الطلاب، حركة النقل البحري واسعة ومنتشرة وكبيرة في العالم، ولا يمكن لأي اقتصاد دولة أن يتطور أو أن يستمر دون الاعتماد على النقل البحري. سنشاهد بعد قليل مقطعا قصيرا عن الحركة الكثيفة للنقل البحري في العالم داخل المحيطات. سنلاحظ أن هناك طرق بحرية ذات كثافة سفن هائلة مثل قناة السويس وبنما وجنوب شرق آسيا، وسنلاحظ أيضا أن أغلب حركة النقل للحاويات التجارية قادمة في الأساس من جنوب شرق آسيا وخصوصا من الصين. لنشاهد معا هذا المقطع من الفيديو القصير. At any given moment, tens of thousands of giant cargo ships are moving around the world's oceans. These ships, some of which are more than a quarter of a mile long, are the heavy lifters of the global economy, shifting everything from metal ores and compressed gas to fresh fruit and plastic toys. This interactive map shows the movements of the world's commercial shipping fleet in 2012, based on hundreds of millions of individually recorded positions. Plotting all the raw positions at once shows the extraordinary extent of modern shipping's reach. Even without a background map, the world's coastlines are clearly defined, albeit with plenty of variation, from the buzz of activity in the East China Sea to the relative quiet of Somalia's piracy-afflicted waters. While ships can move freely through the open ocean, routes are predetermined closer to land, and especially in tight straits such as the dual carriageway of the English Channel. The most crucial shipping thoroughfares of all, though, are the man-made canals linking different bodies of water, such as the Panama Canal, opened a century ago to connect the Atlantic and Pacific Oceans, and the even older and busier Suez Canal, which saw 17,000 transits in 2012 alone. In some places, ships penetrate deep into continents via rivers and lakes, such as the massive Paraguay and Amazon rivers in South America, or the Great Lakes in North America. شاهدنا في المقطع الفيديو السابق عن حركة السفن الهائلة في المحيطات، وهي تعتبر شريان الحياة الأساسي التجاري للعالم. إذن الهنترلاند والفورلاند، ماذا نعني بالهنترلاند والفورلاند؟ إذن الهنترلاند هو الظهير الاقتصادي للميناء، وهي المنطقة خلف الميناء هنا، وهي المنطقة خلف الميناء هنا التي تخدم الميناء. إذن الهنترلاند هي الظهير الاقتصادي للميناء. لكل ميناء في العالم له ظهير اقتصادي خلفه يخدمه الميناء. فمثلا ميناء حيفا الظهير الاقتصادي له هي منطقة شمال البلاد، وهي المنطقة التي يخدمها الميناء. أما الفورلاند فهي وجهة الميناء، أي المناطق التي تصدر إليها البضائع وتستورد منها البضائع، أي وجهة الميناء. إذا لكل ميناء يوجد له هنترلاند، أي ظهير اقتصادي، وكذلك فورلاند وهي وجهة الميناء. أنواع سفن الشحن البحري، هناك عدة أنواع من سفن الشحن البحري، لكن هناك أنواع مهمة ومميزة والتي تستوعي غالبية النقل البحري في العالم، خصوصا سفن
معدة للحمولات، أي نقوم بتحميلها بالحمولات مثل هذه السفينة في هذه الصورة، وهي سفينة معدة للتحميل كمية كبيرة من الحمولات في جوفها. كذلك هناك سفن كبيرة معدة كناقلة للمواد الكيميائية مثل هذه السفينة، وهي حاوية كبيرة للمواد الكيميائية. هناك سفن كبيرة جدا التي تم تخصيصها بالأساس لنقل المسافرين مثل السواح أو حتى المسافرين العاديين، وهي تحتوي عادة على غرف لإيواء المسافرين لأنها عادة ما تتنقل لفترة زمنية طويلة. هذه السفن بالأساس معدة كسفن سواح على وجه الخصوص. أما السفن الأهم في العالم من حيث النقل البحري فهي السفن الحاويات، وهي سفن كبيرة جدا مسطحة من الأعلى بهذا الشكل، وهي معدة خصيصا لتحميل كميات كبيرة جدا من الحاويات. والحاويات عبارة عن صناديق كبيرة وضخمة تحتوي على بضائع المعدة للنقل أو الشحن في أنحاء المحيطات. وهذه السفن الكبيرة تعتبر أهم السفن التجارية بالعالم، وتحتوي على أكبر عدد من السفن في العالم. وأما حاويات النفط فهي عبارة عن سفن ضخمة كبيرة جدا، عبارة عن حاوية واحدة كبيرة يمكن تعبئتها بالنفط بكميات كبيرة. هذه السفن هي تعتبر حركة النقل الرئيسي للنفط بين دول العالم التي تبعد عن بعضها مسافات كبيرة. وهذه السفن تحوي على كميات كبيرة جدا من النفط، لكن المشكلة في هذه السفن أن بحالة تعرضها إلى حوادث غرق يمكن أن يتسرب منها النفط بشكل كبير، ويؤدي إلى تهديدات بيئية وتلويث البحر بشكل خطير. كذلك هناك سفن معدة للشحن الثقيل، حيث يمكن تحميل هذه السفن بحاويات كبيرة جدا أو بحملات ثقيلة. مميزات المواصلات البحرية: غالبية الفعاليات البحرية تتم على سواحل البلاد في ثلاثة موانئ، وهي ميناء حيفا وميناء أشدود وميناء إيلات. إذا غالبية الفعاليات النقل البحري أو الشحن البحري في إسرائيل يتم عبر ثلاثة موانئ رئيسية، وهي ميناء حيفا في الشمال، ميناء أشدود في المركز، وميناء إيلات في الجنوب. هناك ارتفاع ونمو مستمر بالفعاليات الاقتصادية للموانئ الإسرائيلية، بحيث نلاحظ أن عدد الحمولات في إسرائيل يزداد بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، وهذا بالأساس ينبع أو ينجم من زيادة أعداد السكان ومن زيادة الأهمية الاقتصادية للدولة. نلاحظ أيضا أن أعداد المسافرين عبر الموانئ عبر الموانئ في إسرائيل قليلة نسبيا، ولذلك أهمية الموانئ هذه في إسرائيل هي لأهميات النقل البحري أو خصوصا نقل البضائع عبر البحر. تتواجد في الموانئ بنى تحتية للفعاليات العسكرية، وكذلك بنى تحتية لصيد الأسماك. مثلا في ميناء إيلات وميناء حيفا وميناء أشدود هناك أيضا موانئ عسكرية، فإذا نقول أن هذه الموانئ أيضا تحتوي على فعاليات للموانئ العسكرية وكذلك لصيد الأسماك. إذا الموانئ الإسرائيلية وصلت إلى قدرة التشغيل القصوى، لذلك تقوم الدولة ببناء أرصفة جديدة من أجل زيادة فعالية هذا الميناء وتطويرها. إذا بشكل مشابه للمطار في إسرائيل أو المشروع مطار بن غوريون 2000، أيضا بالنسبة للموانئ الإسرائيلية وصلت هذه الموانئ إلى قدرتها القصوى، لذلك هناك حاجة لتطوير هذه الموانئ من جديد أو بناء موانئ جديدة. في الجدول الذي أمامنا نلاحظ أن حجم الحمولات في الموانئ من حيث التفريغ والتحميل يتغير بشكل مستمر في الموانئ الثلاث الكبرى.
سؤالي هنا، ما هو الميناء الأكثر أهمية في إسرائيل حسب المعطيات في الجدول؟ إذا تمعنا جيدا في الجدول نلاحظ أن هناك تطور مستمر في عدد الحمولات في الموانئ الثلاث، في ميناء حيفا، وكذلك في ميناء أشدود، وكذلك في ميناء إيلات. لكن على وجه الخصوص في ميناء أشدود وفي ميناء حيفا نلاحظ هناك تطور وارتفاع بعدد الحمولات بشكل مستمر. لكن من هو الميناء الأكثر أهمية في إسرائيل حسب المعطيات في السنوات الأخيرة؟ نلاحظ أن الميناء الأكبر من حيث عدد الحمولات، من حيث التفريغ والتحميل، هو ميناء حيفا. لكن بشكل مشابه أيضا ميناء أشدود هو ميناء كبير نسبيا. أما ميناء إيلات فهو ميناء صغير، لأن وجهة الميناء هذه هي وجهة لجنوب شرق آسيا، وهذه الوجهة هي تعطيه أهمية أقل من الموانئ الأخرى في البلاد. أما من حيث استيراد المركبات عبر موانئ إسرائيل، نلاحظ أن استيراد المركبات تتم عبر الموانئ الثلاث. ونلاحظ هنا في هذا الرسم البياني أن الميناء الأكبر لاستيراد المركبات في السنوات الأخيرة هو عبر ميناء أشدود. لكن أيضا ميناء إيلات يعتبر ميناء مهم جدا لاستيراد المركبات، أي السيارات، من جنوب شرق آسيا، لأن وجهة ميناء إيلات هي جنوب شرق آسيا. ومعروف لدينا أن منطقة جنوب شرق آسيا مثل اليابان وإندونيسيا وكذلك الصين هي وجهة مهمة جدا في تصنيع السيارات، وكذلك كوريا الجنوبية. ولذلك بسبب كون ميناء إيلات وجهته هي جنوب شرق آسيا، إذا لهذا الميناء أهمية كبيرة جدا لاستيراد المركبات من منطقة جنوب شرق آسيا. لكن أيضا ميناء أشدود يعتبر ميناء مهم جدا في استيراد المركبات، لكن ميناء حيفا يعتبر ذات أهمية قليلة في استيراد المركبات أو السيارات من دول العالم. والسؤال هنا، لماذا يعتبر ميناء حيفا أقل أهمية في استيراد السيارات أو المركبات؟ الجواب على هذا السؤال أن ميناء حيفا هو ميناء صغير نسبيا ولا يحتوي على مساحات كبيرة كمواقف للسيارات المستوردة، ولذلك يصعب استيراد السيارات أو المركبات عبر ميناء حيفا. أما بالنسبة لأعداد المسافرين في موانئ إسرائيل، بالنسبة للمسافرين عبر الموانئ، تعتبر نسبة المسافرين عبر موانئ إسرائيل قليلة نسبيا بالنسبة للموانئ الأخرى في العالم. لكن نشاهد هنا في الرسم البياني أن الميناء الأهم للمسافرين هو ميناء حيفا في السنوات الأخيرة. إذا نلاحظ هنا أن ميناء حيفا يأتي له نسبة كبيرة جدا من المسافرين ويخرج منه نسبة مسافرين كبيرة. أما الميناء الثاني من حيث الأهمية فهو ميناء أشدود. أما ميناء إيلات فيبقى ميناء الأقل بنسبة المسافرين والسواح القادمين لهذا الميناء والخارجين منه. لكن في البداية في السنوات الماضية أيضا كان ميناء حيفا الأكثر أهمية والميناء الأهم بالنسبة لعدد المسافرين، وعلى التغيرات على مدى السنوات بقي ميناء حيفا هو الأهم. لكن نلاحظ هنا في السنوات الأخيرة أن ميناء إيلات يصبح أيضا وجهة للمسافرين عبر الموانئ من الرحلات للسواح وغيره. أما من حيث استيراد الحاويات حسب منطقة المصدر في الموانئ، في مجموع الموانئ في إسرائيل، نلاحظ أن استيراد الحاويات في ميناء أشدود في السنوات الماضية كان مهم جدا. أما من حيث التوزيع فإن استيراد الحاويات الأكبر يكون من آسيا والشرق الأقصى، حيث أن هذه المنطقة تعتبر منطقة حيوية اقتصاديا وأكثر إنتاجية في العالم. أما المنطقة الثانية من حيث الأهمية فهي منطقة غرب أوروبا وكذلك منطقة الشرق الأوسط. أما المناطق الأخرى في العالم فهي أقل أهمية من حيث استيراد الحاويات أي البضائع. أما من حيث تصدير الحاويات من موانئ حيفا وأشدود، فنلاحظ أن غالبية تصدير الحاويات يتم
إلى منطقة غرب أوروبا بنسبة كبيرة جدا، حيث نلاحظ هنا أن نسبة كبيرة جدا من التصدير الحاوية يتم إلى منطقة غرب أوروبا. أما المنطقة الثانية من حيث الأهمية فهي منطقة الشرق الأوسط، أي الدول الأخرى القريبة من بلادنا. أما المنطقة الثالثة فهي منطقة أمريكا الشمالية، حيث يتم تصدير كميات كبيرة جدا من الحاويات. كذلك يتم تصدير حاويات بنسبة كبيرة إلى منطقة شرق أوروبا، وكذلك منطقة آسيا والشرق الأقصى. أما المنطقة الأكثر أهمية من حيث تصدير الحاويات التي تحوي طبعا البضائع فهي منطقة غرب أوروبا، الشرق الأوسط، أمريكا الشمالية، ومنطقة الشرق الأقصى، وهي المناطق الأكثر حيوية في العالم والأكثر أهمية من حيث الاقتصاد، ولذلك الروابط الاقتصادية مع هذه المناطق تكون كبيرة جدا. أما الرابط الاقتصادي الأقوى لإسرائيل فيكون إلى منطقة غرب أوروبا. أعزائي الطلاب، نلقاكم بعد فاصل قصير إن شاء الله.
إذا تصدير الحاويات من موانئ حيفا وأشدود. في رسم البياني كما شاهدنا نلاحظ أن أهم منطقة لتصدير الحاويات من إسرائيل هي ما إلى أوروبا، إلى غرب أوروبا أو أوروبا الغربية، حيث أن هذه المنطقة حوية اقتصاديا وذات روابط اقتصادية كبيرة مع بلادنا. لكن أيضا هناك مناطق حيوية ومهمة يتم تصدير البضائع عليها عبر الحاويات، وهي الشرق الأوسط، أمريكا الشمالية، وآسيا والشرق الأقصى. أما قدرة التشغيل الموانئ الإسرائيلية بالحاويات، فنلاحظ أن في عام 2019 قدرة الاستيعاب الحالية لموانئ إسرائيل لن تكون كافية، لأن هذه الموانئ، كما نلاحظ في رسم بياني، أن هذه الموانئ قد وصلت إلى قدرتها القصوى وحتى أكثر من قدرتها القصوى. لذلك عمليا ما نشاهده في الرسم ونلاحظه في الرسم البياني التالي أن الموانئ الإسرائيلية الثلاث قد وصلت إلى قدرة استيعابها القصوى، ولا يمكن زيادة أعداد الحمولات في هذه الموانئ. والسؤال هذا، ماذا علينا أن نفعل؟ هل تطوير الموانئ الموجودة أو بناء موانئ جديدة؟ لكن المهم ملاحظته هنا في هذا الرسم البياني أن عمليا الموانئ الإسرائيلية قد وصلت إلى درجتها القصوى. أما عن اعتبارات بناء ميناء حيفا، فإن ميناء حيفا له مميزات عديدة واعتبارات عديدة لبنائه. من حيث عوامل الموقع، ميناء حيفا موجود عمليا في خليج طبيعي وعامل تاريخي أقيم زمن الانتداب، ولذلك بني في منطقة خليج طبيعي محمي طبيعيا في زمن الانتداب البريطاني على بلادنا في بداية القرن الماضي. أما الهنترلاند أي الظهير الاقتصادي، فإنه يخدم شمال البلاد ومركزها، ويخدم أيضا سفن السواح. أما عن اتفاق السلام مع الأردن أدى لزيادة ظهيره الاقتصادي بشكل كبير، حيث توسع إلى وليخدم مناطق في شمال الأردن. أما وجهته الاقتصادية أي الفورلاند لهذا الميناء، فإنه يصل إلى أوروبا وإلى أمريكا الشمالية في الأساس، أي أن وجهة ميناء حيفا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية في الأساس. أما الحمولات الرئيسية فهي عبارة عن بضائع، مركبات، حبوب، وكذلك نفط، لأن بالقرب من ميناء حيفا هناك ميناء كيميائي أو ميناء نفط كبير جدا. أما المنافسة مع الموانئ الأخرى في إسرائيل، فإن أكثر الموانئ الذي يقوم التنافس معها هو ميناء أشدود، لأن له بالأساس نفس الوجهة، ولذلك التنافس يقوم بالأساس مع الميناء الذي له نفس الوجهة وهو ميناء أشدود، لأنه له نفس الوجهة الاقتصادية. أما المنافسة مع ميناء إيلات فهي أقل بكثير، لأن لميناء إيلات وجهة تختلف تماما عن ميناء حيفا. أما عن توسع الميناء فهو ميناء متخصص. أما ميناء الكيشون أدى لتوسع مساحة الميناء في مرحلة إقامة ميناء إضافي قريب منه، لأن إقامة الميناء الإضافي في منطقة الكيشون والمناطق الأخرى من ميناء حيفا وتوسيعه أدى إلى توسع الميناء بشكل كبير، وسنلاحظ توسع الميناء في السنوات القادمة. إذن بهذه الصورة نشاهد موقع ميناء حيفا في منطقة خليج حيفا، وهو ميناء محمي عمليا من الأمواج في منطقة خليج حيفا. إذن أقيم الميناء في خليج طبيعي، عمق المياه في هذه المنطقة جيد جدا وعلى مصب وادي الكيشم الذي يمنحه إمكانية توسيع كبيرة. أما الميناء محمي من الرياح بكاسر أمواج صناعي مضاعف. كاسر الأمواج هو عمليا نوع من الحماية، أو من كاسر الأمواج الذي يبنى داخل البحر من أجل حماية الميناء من الأمواج ومن العوامل الطبيعية. بهذه الصورة نشاهد الميناء الجديد الذي يبنى بمقربة من ميناء حيفا، لأن هناك ميناء جديد بالقرب من ميناء حيفا، أو عبارة عن توسيع لميناء حيفا لزيادة قدرة الاستيعاب القصوى لهذا الميناء. لأن كما شاهدنا سابقا في الرسم البياني
وصلنا إلى نتيجة أن ميناء حيفا أو الموانئ الأخرى لإسرائيل قد وصلت إلى قدرة الاستيعابية القصوى لها، ولذلك يتم بناء موانئ جديدة. واحدة من هذه الميناء موجودة بالقرب من ميناء حيفا من أجل زيادة قدرة الاستيعاب لهذا الميناء وتطوير المواصلات البحرية. أما ميناء أشدود، عوامل موقع هذا الميناء: توزيع السكان ودعم اقتصاد مدينة أشدود ومحيطها، لأن بناء الميناء في المنطقة الجنوبية يمنح دفعة اقتصادية وتنمية كبيرة، ولذلك بناء الميناء في منطقة أشدود يمنح لهذه المدينة دفعة اقتصادية وتنمية كبيرة، ولذلك كانت هذه أهم عوامل تحديد موقع ميناء أشدود. أما الهنترلاند أي الخلفية الاقتصادية لهذا الميناء، فهو يخدم مركز وجنوب البلاد في الأساس من حيث الإصدارات والتصدير. أما وجهة ميناء أشدود الرئيسية فهي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية في الأساس، وكذلك يخدم سفن السواح القادمة لهذا الميناء. إذن من حيث الفورلاند، ميناء أشدود كما لاحظنا فهو شبيه بشكل كبير بميناء حيفا، ولذلك المنافسة لميناء أشدود تتم عبر ميناء حيفا لأن لهما نفس الوجهة الاقتصادية. أما الحمولات فأهم الشحنات أو الحمولات من هذا الميناء فهي مركبات بالأساس، أملاح ومعادن، حمضيات، منتجات إلكترونيات، أدوات متنوعة، وحتى ملابس التي يتم استيرادها في الأساس من هذا الميناء وتصديرها عبر هذا الميناء. أما من المنافسة الرئيسية فهي مع ميناء حيفا لأن لها نفس الوجهة الاقتصادية. أما ميناء أشدود فلا ينافس بشكل كبير ميناء أشدود، لأن ميناء إيلات له وجهة تختلف تماما عن وجهة ميناء أشدود. أما من حيث توسيع الميناء فهو ميناء متخصص، وتوسيع الميناء وإقامة ميناء إضافي قريب منه. إذن لهذا الميناء يوجد خطة لبناء ميناء بجانبه من أجل زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ في إسرائيل. هذه صورة جوية لمطار أشدود، ونلاحظ هنا أن هناك أرصفة متعددة للتفريغ والتحميل لهذا الميناء هنا، ونلاحظ أن الميناء محمي بمحيطه بكاسر أمواج جيد بمحيط الميناء من أجل حمايته من الأخطار ومن الأمواج، لأنه لا يمكن تفعيل الميناء دون أن يكون له كاسر أمواج. لكن نلاحظ هنا أن كاسر الأمواج تم بنايته بشكل صناعي وليس كميناء حيفا الذي له خليج طبيعي يحميه من الأمواج. لذلك كان هناك حاجة لاستثمار كبير في هذا الميناء من أجل بناء كاسر أمواج واسع حول هذا الميناء. أيضا نشاهد في الصورة ونلاحظ في هذه الصورة أن ميناء أشدود ميناء حديث ومتطور، وتم بنائه على الطراز الحديث، وله أرصفة متنوعة ومتعددة لأنواع الحمولات المختلفة. هنا نشاهد في هذه الصورة مراحل بناء ميناء أشدود، وخصوصا بناء الرصيف أو كاسر الأمواج الصناعي الذي تم بنائه بشكل صناعي وعلى الطرق الحديثة، وتم بناء كاسر أمواج ضخم جدا من أجل حماية الميناء. أما عن إقامة الموانئ الإضافية، فهناك مؤيدين ومعارضين لإقامة موانئ إضافية في إسرائيل. طبعا كما ذكرنا سابقا فإن الموانئ في إسرائيل وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، وبما أن دولة إسرائيل تتطور بشكل مستمر وكذلك اقتصاد هذه الدولة يتطور والقطاعات الاقتصادية تتطور بشكل مستمر، لذلك نحن بحاجة إلى تطوير الموانئ أو بناء موانئ أخرى من أجل سد الحاجة وسد الطلب على النقل البحري. إذا من حيث إقامة موانئ إضافية هي خطة لسد الطلب ولزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ، لكن هناك مؤيدين ومعارضين لهذه الخطة. أما المؤيدين فيدعون أن زيادة المنافسة
ستؤدي لتحسين الخدمة. إذا قمنا ببناء موانئ أخرى فإن هناك ستكون زيادة بالمنافسة، سيؤدي إلى خفض بتكلفة النقل البحري بشكل كبير، وسيؤدي طبعا لتحسين الخدمات النقل البحري لأن هناك منافسة. من ناحية أخرى زيادة المنافسة تؤدي لخفض الأسعار بشكل كبير، خصوصا البضائع المستوردة، لأن البضائع المستوردة أحد مركبات تكلفتها هي تكلفة أسعار النقل. عندما تكون منافسة بين الموانئ الإسرائيلية هذا سيؤدي إلى خفض تكلفة النقل للبضائع المستوردة، وطبعا سيؤدي إلى خفض الأسعار بشكل كبير. أما المعارضين لهذه الخطة أي إقامة موانئ إضافية فيدعون أن منافسة على استعمالات الأرض سيؤدي إلى انحصار احتياطات الأرضية في السهل الساحلي، أي أن المساحات في منطقة السهل الساحلي احتياطية مساحات سينخفض بشكل كبير، لأن هذه الموانئ بحاجة إلى مساحات واحتياطي مساحات كبيرة جدا. كذلك المعارضين يدعون أن إقامة موانئ إضافية ستؤدي إلى تلويث البحر بسبب الملاحة البحرية وخطر على المنظومات البيئية بشكل كبير، ولذلك يجب تطوير الموانئ دون بناء موانئ أخرى. أما ميناء إيلات، بالنسبة لعوامل الموقع، ميناء إيلات أقيم على خليج طبيعي بعد إقامة دولة إسرائيل كبوابة بلاد الجنوبية لها وجهة إلى جنوب شرق آسيا إلى منطقة أفريقيا ومناطق أخرى. أما المناطق التي يخدمها أو الخلفية الاقتصادية لهذه الميناء فهي يعتبر يخدم كل البلاد، خصوصا عندما يكون التصدير أو وجهة هذه البضائع إلى جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا، خصوصا لمن لا يرغب بعبور قناة السويس لأن عبور قناة السويس يحتاج إلى تكلفة معينة أو إلى رسوم. أما وجهته فهي آسيا، جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا وجنوب أفريقيا وأستراليا. أما الحمولات الأساسية التي تصدر من هذا الميناء وتستورد إليه فهي الأملاح من البحر الميت، فوسفات النخل، واستيراد الحاويات ومركبات من جنوب شرق آسيا. أما المنافسة فلا يوجد منافسة مع الموانئ إسرائيل الأخرى لأن وجهة هذه الميناء تختلف عن الموانئ الأخرى. أما من حيث التوسع فنشاطه محدود ولا يمكن توسيعه بشكل كبير ويتعلق بالعلاقات التجارية مع المشرق. إذا هذا موقع ميناء إيلات في خليج إيلات في الجنوب، ونلاحظ أن مساحته محدودة نسبيا وفعاليته أيضا الاقتصادية محدودة نسبيا، وهو عبارة عن ميناء صغير في إطار التطوير، مخطط بناء رصيف للسواح بسبب زيادة الطلب على الفنادق العائمة في الأساس. أما مشاكل بيئية للموانئ الثلاث، نلاحظ عمليا أن الموانئ تؤدي إلى مشاكل بيئية، وخصوصا تسريب الزيوت للبحر من النقل البحري وخصوصا من ناقلات النفط، لأن ناقلات النفط والنقل البحري تؤدي إلى تسريب الزيوت بشكل كبير وإلى تلويث البحر في منطقة حيفا وأشدود وإيلات، وخصوصا في منطقة إيلات لأنها هي منطقة مغلقة والتلويث هناك له خطر أكبر. وكذلك تلويث من المعادن الثقيلة من النقل البحري خصوصا في منطقة أشدود يؤدي إلى تلويث البحر بشكل كبير وإلى مخاطر بيئية كبيرة. أما ميناء حيفا فيعاني من فقدان الرمال بشكل كبير، وكذلك أيضا في ميناء أشدود لأن بناء الحواجز هنا وبناء كواسر الأمواج تؤدي عمليا إلى ترسب الرمال خلفها في المناطق الجنوبية وإلى فقدان الرمال في المناطق الشمالية، وهذا من يمنع من وصول الرمال إلى ميناء حيفا وحتى إلى ميناء أشدود، وهذا يؤدي إلى تهديد كبير جدا للبيئة وللكائنات البحرية. في هذه الصورة نلاحظ تسريب الزيوت للبحر في مناطق مختلفة من إسرائيل بسبب الموانئ أو النقل البحري، ونلاحظ أن هذه الزيوت تؤدي إلى مخاطر بيئية هائلة وتؤدي إلى تأثير كبير جدا على البيئة وعلى أيضا
المناطق المحيطة بالميناء. عمل مشكلة بيئية فهي انخفاض كمية الرمال في الشواطئ إسرائيل بسبب تطوير الموانئ، لأن إقامة الموانئ وخصوصاً كاسر الأمواج هنا في منطقة أشدود أو حتى في حيفا على سواحل البحر المتوسط تؤدي إلى ترسيب كميات كبيرة جداً من الرمل القادم من منطقة الدلتا ومن النيل باتجاه الشمال. الرمال التي القادمة من الجنوب باتجاه الشمال على سواحل البحر المتوسط يعيق حركتها هذه الكاسر أو الكواسر الأمواج ويؤدي إلى ترسيبها خلفها في المناطق الجنوبية ويمنع وصولها إلى المناطق الشمالية كما نلاحظ هنا في هذه الصورة. لذلك بناء كواسر الأمواج داخل البحر من أجل تطوير الموانئ الجديدة يؤدي عمليا إلى ترسيب كميات كبيرة جدا من الرمال خلف كاسر الأمواج ومنع وصولها إلى الشمال، وهذا يؤدي إلى خطر كبير على البيئة وعلى الكائنات الحية البحرية التي تحتاج إلى الرمال من أجل أو في فترة معينة في مراحل تطور هذه الكائنات البحرية. ولذلك نلاحظ عمليا أن من أجل تزويد الشواطئ بشكل كامل بالرمال نقوم بشكل صناعي بتزويد الرمال إلى سواحل البحر بشكل صناعي عبر سفن وحاويات كبيرة جدا التي تقوم بضخ الرمال من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية، وبهذه الطريقة يمكن عمليا تزويد المناطق الشمالية بكميات كبيرة من الرمال التي تفقدها من كواسر الأمواج التي نبنيها بالقرب من الموانئ، لأنه كما ذكرنا في السابق كاسر الأمواج يشكل عائق أمام تقدم الرمال من الجنوب باتجاه الشمال، وبذلك نقوم بعملية صناعية كما سنشاهد في المقطع القصير التالي لنقل الرمال من المناطق الجنوبية باتجاه الشمال. إذن هذه العملية عبارة عن نقل الرمال من المناطق الجنوبية من البلاد عبر حاويات وسفن كبيرة جدا باتجاه المناطق الشمالية. هذه السفن تقوم بجمع الرمال بكميات كبيرة من الشواطئ الجنوبية للبلاد عبر مشروع كبير قامت به الدولة من أجل نقل صناعي للرمل من المناطق الجنوبية الغنية بالرمل أو السواحل الجنوبية للبحر المتوسط لبلادنا الغنية بالرمال ونقله لمسافات كبيرة من أجل إيصاله للمنطقة الشمال خصوصا لميناء حيفا، لأن بناء الموانئ على طول السال الساحل للبلاد أدى إلى إعاقة وصول الرمال إلى الشمال. وهنا نشاهد عمليا نقل كميات كبيرة من الرمل مع الماء إلى المناطق الشمالية من أجل الحفاظ على شواطئ بلادنا وكذلك الحفاظ على الكائنات البحرية التي تضررت بشكل كبير بسبب توقف وصول الرمال إلى المناطق الشمالية. إذن أعزائي الطلاب شكرا لإصغائكم ونلقاكم في درس جديد قريبا إن شاء الله. إلى اللقاء.